منتج رجع المنتج ده خرج من عندك منين؟ من المخزن. من نقطة البيع. من نقطة البيع. خرج من نقطة الأول راح نقطة البيع ونقطة الجراحة. الريتيل ستور، الريتيل ستور هو زي المخزن، نفس التعامل مع المخزن، لما بيتعمل فيه جلد وبيستلم بضاعة، بيتعمل فيه جلد وبيحول لمخزن، بقى مخزن. تمام؟ فأنت عندك مخزنين. المنتجع حاجة من الاثنين. يا تعمل له مكان لو انت تقدر تضيف في البيزنس بروسس ان انت تعمل له مكان جوه مخزنك، تعمل له مكان جوه مخزنك. لو انت ما تقدرش تعدل على البيزنس بروسس، تعمل مخزن افتراضي جوه المخزن. لو عندك مخزن افتراضي للمرتجعات، تمام، تحطه في اي مكان مش مشكله، لانه خلاص بقى ليه يعني، لان في اخر معايده خلاص اقدر ما هو انت هتحددها ازاي؟ من العلامات، العلامات اللي هي الباركود. تقدر تعمل رينج معين مثلا للمرتجعات، ده لو في ايدك برضه يعني كل العمليه مرتبطه بالبزنس بروسس، وانت في ايدك ايه؟ ايه اللي في ايدك تعمله؟ بس هي اسهل فكره ان انت تعمل مخزن افتراضي تحط فيه المرتجعات، مش شرط يكون مخزن حقيقي، مخزن افتراضي على السيستم تحط فيه المرتجعات. تحط على السوكر بتاعك فلاج، فلاج بتحطها على على المنتج، المنتج ده مرتجع. المنتج يعني بعد كده المرتجع ده بيعمل ايه ثانيه؟ يعني المرتجع ده بيروح شركه الضمان الاصليه مثلا، شركه على حسب بيرجع لي ثاني بعد الثاني على حسب البيزنس. تمام، حسب البيزنس. بنتكلم مثال شركه كمبيوتر او مصنع، لا احنا مصنع الاول على حسب البيزنس. لانه مثلا ديل مثلا او كومبس او تبر اي شركه كمبيوتر، اما بترجع لها حاجه مرتجعه بتعمل فيها ايه؟ بتعيد تصنيعها وتطلعها ريفيرش، يبقى عندها خط انتاج تاني للمرتجع، يبقى عندها مخازن تانيه للمرتجع. ده ممكن يتم فيرتشوال، مش شرط يتم، لانه اداله علامه، حط جنب الباركود ار اي اف، بقى ده ريفيرش معاد تصنيع، بقى الاول راجع وبعدين معاد تصنيع، فهي العلامه. بس انت فلاج الحاجة علمها، بس قول دي مرتجعة، دي بايظة، دي كده. باشا سؤال؟ سؤال بس هو ازاي العملية على حساب التوب؟ يعني اصنع بيع في البيع، احنا بنكون بتوصل لتوصل من فصل لحد ما توصل للاند يوزر. تمام. هي جايب الاند يوزر وهترجع للمستقبل، هترجع للمصنع تاني، نفس شركة ضمان او او يعني حتى لو شركة كمبيوتر فاتحة اي 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 شركة هترجع الكلام ده مثلا لديل. فاهم فاهم قصدك. في اصبح معاملة عكسية وبره كمان. حاول ايه الاثبات ان انت اشتريت مني كمبيوتر؟ فاتوره، رسيد. لما تيجي انت ترجعها لي، الرسيد ده على السيستم ليه رقم، الفاتوره دي ليها رقم. لو انت بترجعها لي فعندي علامه للفاتوره، فيا جماعه الفاتوره دي رجعت، حطها فلاج ان الفاتوره دي رجعت. بس هعكس بقى العمليه كلها، مش هترجع طبعا، هترجع للمخزن الافتراضي بتاع الشيء المرتجع او التالف او وات ايفر، وبعدين هتخش المصنع تاني بهذا الشكل كده. البروشة كلها فلاج انه مرتجع او انه جديد او مرتجع، بس مش هعمل فلاج على الايتم. لا لا لا، مش هتعمل نفس ال يعني. ممكن اعمل يقول لي لا يعني بص يا سيدي، انا بستلم اللابتوب او الجهاز من العميل فاتورة تانية او بورقة تانية، بقول انا استلمت كذا من عميل فلان واللي حصل كذا كذا. تمام. وطلعتها للمصنع بفاتورة تانية وعملت ايه مش عارف بفاتورة تانية. لا لا ما ينفعش. هو كده كده. لا انت قلت هتحسبوها على حق. ما انا قلت لك. بتحصل. زبوني اللي هي ارضية. يعني حضرتك ايوه. اللي بيديه فلوس انا. بيخترع. لا 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 هقول لك. اولا تفرق اذا كان البي او اس اللي باع البوينت اوف سيل اللي باع الايتم ده تبع نفس الشركة اللي هتصنع ولا موزع. لانه لو موزع الموضوع اختلف. تمام؟ موزع، جميل. موزع كده انت قطعت البروسس. خلاص الموزع ليه بروسس لوحده، والراجل اللي بينتج وعنده بي او اس ليه بروسس لوحده. يعني ما تروح تشتري ماك من ستور بتاع ماك، غير لما تروح تشتري ماك من موزع. الموزع هيعمل ايه؟ هيرجع له الجهاز بالفاتوره اللي انت اديتها له، ما عندوش بروسس اصلا. هيروح يرجعها للشركه بالفاتوره اللي هو اشتراها من الشركه. فهنا بقت الفاتورة هي الأساس. فاتورة ليها رقم زي ما الجهاز ليه رقم. أعلم البرودكت، أحط علامة على البرودكت، فلاج إن البرودكت ده رجع. فلوس دخلت.
فلوس دخلت فلوس خرجت لازم ممكن الفاتوره يكون فيها اكتر من حاجه هو هقول لك على حاجه اول ما الفاتوره طلعت وبقى ليها رقم حتى لو فيها كام 100 ايتم تمام كل ايتم فيهم ليه رقم ليه علامه صح بس انا مش عالم على الفاتوره نفسها انا عالم الفاتوره نفسها مبلغها كذا لان دي دخلت فاينانشالز برضه اما توصل للفاينانشالز ترجع هناك عند الماليه او عند الحسابات هيعلم ان الفاتوره دي دخلت عندي ب 20 جنيه ناقص منها 3 جنيه دلوقتي رجع منها 3 جنيه فاهم دي عمليه حسابات مش يعني دي مالهاش علاقه بالمرتجع ان انت تطلع ايتم يكون مرتجع من فاتوره ده حسابات ومش علاقه بالمرتجع انت قصدي انت ممكن تطلع ما عندناش على البويس نفسه البويس شرط ان هو الفاينل الايتم ترجع على حسب البيزنس اللي انت بتتعامل معاه انت ممكن ما تتعاملش على الفاتوره خالص تتعامل على الايتم نفسه وممكن في سيناريوهات تانية انه الفاينانشال بره الاي ار بي فاينانشال نظام لوحده حد يكون مش عايز خايف انه الاكسس كنترول يكون مش مظبوط فالموظفين بتوعه يوصلوا الداتا هو مش عايزهم يشوفوها فبيجيب الفاينانشال سيستم حاجه والاي ار بي لوحده يحط فيه يعني يكون فيه الداتا اللي هي الفيزيكال والداتا الفلوس تكون لوحدها في الحاله دي انت محتاج تعمل انت في مثال عربي للموضوع ده شفت في الدول المتاحه